هاني هي أداء متميز وكلية فعلا استقرت للدكتور هاني جه. فكل التقدير لإدارة الكلية. الحقيقة إحنا يعني بنسعد دايما لما بنستقبل طلاب جدد أو حتى بنستقبل الطلاب القدامى. بنتمنى إن يكون عام دراسي موفق. الحقيقة إحنا بنعمل كل حاجة علشان نقدركم، علشان تبقى الأمور بالنسبة لكم أكثر استقرارا وأكثر راحة في بيئة تعليمية متميزة لحد كبير يعني حسب إمكانياتنا. بنحاول نطور في المعامل والمدرجات والأماكن الدراسة على مستوى الجامعة كله، المدن الجامعية بنحاول نجهزها ونصينها. الجامعة هنا الحمد لله يعني كل شوية بتضاف حاجة جديدة ليها، بنحسن شوية من الأماكن، من الشجر، من التشجير، من الخضرة. يمكن ملاحظين ان كل شويه حاجه بتحصل، بس طبعا عارفين ان المكان نفسه مكان صحراوي بيحتاج وقت طويل عشان الحاجه دي تظهر. انما الحمد لله بنضيف كل شويه حاجه علشان بس الامور تبقى اكثر استقرارا، وفي نفس الوقت نقدر نعمل لكم بيئه تعليميه كويسه وندور يهمنا في الاخر والاخرى للنهايه نحن الطلاب ومستواهم العلمي اللي بيتخرجوا بيه. هي كلية الآثار من الكليات المتميزة اللي فيها عضاية تدريس أكثر تميزا على مستوى مصر كلها. والحقيقة أنا شايف إن يعني مستوى الأداء ومستوى الالتزام ومستوى الحضور في الكلية أكثر من رائع وأكثر من أماكن كتير كمان. أنا سعيد إن أنا كنت موجود معاكم وجاي يعني ممكن كل سنة وأنتم طيبين، وإن شاء الله يعني عام سعيد على إدارة الكلية وعليكم، وربنا ان شاء الله يحقق كل اللي بتتمنوه. انا اتمنى ان احنا نشارك في كل الانشطه اللي بتحصل في الجامعه، سواء كان على مستوى الانشطه الطلابيه والانشطه بمختلف مسمياتها، سواء كانت انشطه رياضيه او ثقافيه او اجتماعيه. دي معموله علشانكم. برضو عندنا اداره طبيه